بسم الله الرحمن الرحيم. للجواب على هذا السؤال، أظن إخوتي الكرام أن إسرائيل تقوم الآن بمفاوضات 60، أقصد بذلك بأنه قد مضى 60 سنة على استعمار فلسطين، وهي الآن تقوم بمفاوضات مع سوريا. يعني سنة 2008 هي تقوم بمفاوضات مع سوريا، ولا أظن أنها لن تقوم بمفاوضات أخرى سنة 2068 مع بلد آخر كالعراق، وسنة 2128 مع بلد آخر، وهكذا دواليك هي المفاوضات الستينية حتى نصل إلى سنة 3008 أو 3016، وهناك سوف تنتهي إسرائيل. السلام عليكم.